أنا أقدر أسمد نباتاتي بقشور البيض وقشور الموز، وهي بتفيد النباتات ولا ما بتفيدش النباتات؟ وإيه الطريقة الصحيحة اللي أنا أقدر أسمد بيها نباتاتي بدون أي أضرار للنبات وبدون أي أضرار، وبقدر أفيد نباتاتي بطريقة سهلة جدا وبسيطة؟ وده اللي نتعرف عليه في خلال الفيديو، تابعونا إن شاء الله نتعرف كيف التسميد الصحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبابي ومتابعي ومشاهدي عالمنا، عالم الزراعة الممتع. طيبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معكم أخوكم محمد ياسين من قناة عالم الزراعة الممتع، قناة نتحدث فيها عن كل ما يختص بالزراعة من طرق العناية وطرق الإكثار وكل ما له علاقة بالنباتات إن شاء الله. فاليوم نتكلم على موضوع كتير مهم، تابعونا إن شاء الله تستفادوا بإذن الله تعالى، تابعونا. موضوع النهاردة في غاية الأهمية، موضوع النهاردة نتكلم فيه كيف تقدر تسمد نباتاتك بقشور البيض، والطريقة الصحيحة اللي انت تقدر تسمد بها النباتات بطريقة صحيحة. بالنسبة لقشور البيض، طبعا نعرف قشور البيض انها غنية بالكالسيوم، فكيف هنقدر نخلي النبات يستفاد بعنصر الكالسيوم بالطريقة الصحيحة؟ كل ما عليك انك انت هتجيب قشور البيض، مش انك انت هتحطها في على النبات مباشرة كما لاحظنا في الصور، او نتركها او نفركها كما ترون في الصورة امامكم ونضعها في النباتات. هاي طريقة غير صحيحة ولا يستفاد منها النبات، لأن هاي لو عندك التربة أصلا قلوية لا يستفاد منها النبات بالمرة. فإحنا كيف نخلي إن إحنا نقدر نستفاد بقشور البيض وقشور الموز بالطريقة الصحيحة؟ هي إنك أنت بتجيب قشور البيض كما ترون ونفركها أو نطحنها بطريقة جيدة، أو ننعم القشور البيض بطريقة جيدة، وما عليك إنك أنت هتضيف عليها قليل من الخل الطبيعي أو الخل الصناعي، أي نوع خل عندك في جنينة زي ما احنا شايفين. بعد ما طحننا قشور البيض بهاي الطريقة بنضعها في قنينة من أي أو أي وعاء عندك، ونتركها لمدة 3 أسابيع. يعني بعد ما فركنا أو نعمنا قشور البيض بهاي الطريقة اللي احنا شايفينها، بنضيف عليها يعني قديش الحجم اللي احنا هنضيف عليه، يعني الكميات بالضبط. يعني تقريبا لو عملت مثلا عندك قشور بيض 50 مل، فبنعمل 150 مل من الخل، يعني تقريبا 3 أضعاف الكمية قشور البيض، 3 أضعافها من الخل، وبنتركها حتى تقريبا 3 أسابيع. فبعد ال3 أسابيع طبعا احنا الخل مع قشور البيض زي ما احنا بنلاحظ هاي فيه تفاعل مع الخل، هاي المادة الفعالة كما ترون. القشور البيض تتفاعل مع الخل حتى تتحلل تماما وتصير كمادة يعني سائلة. قشور البيض يعني بعد 3 أسابيع هتمر عليه، بعد 3 أسابيع هيكون بفضل الله بيكون مادة سائلة، بتقدر تصفي المادة هاي وبتقدر تضعها في طرمبة الرش أو مضخة الرش أو أي أدوات الرش اللي عندك، وبتقدر تستخدمها كطبعا رش على الأوراق كسماد ورقي يستفاد منه النبات، أو تستخدمه أيضا كسماد في الري، طبعا بري الأشجار. طبعا كيف بعد 3 أسابيع بيكون عندك المادة قشور البيض تحللت تماما، وبيكون سهلة الامتصاص بالنسبة للنبات. وبناخدها بعد ال3 أسابيع بنصفيها وبنضعها في طبعا خلينا نقول مثلا الكمية، مثلا لو عندك الكمية اللي طلعت عندك مثلا خلينا نقول، ولو افترضنا انها ربع لتر، بتضيف عليه لتر من الماء، تقريبا لتر من الماء،
وبتقدر بتخلطهم مع بعض وبتقدر تستخدمه كسماد جاهز 100%، بتقدر تستخدمه كسماد ورقي فعال، وتقدر تستخدمه أيضا كسماد في التربة بالنسبة للري الأشجار أو النباتات الداخلية أو الخارجية أينما شئت، وتكون ونتيجته فورية بإذن الله تعالى، بتكون نتيجة رائعة جدا، وبيسهل بهذه الطريقة بيسهل النبات امتصاص عنصر الكالسيوم اللي انت ضفته على الأوراق أو ضفته في التربة مع مياه الري. فبهذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة والفعالة والمفيدة والمختصرة بالنسبة لقشور البيض. يعني انت عشان تحط قشور البيض مباشرة مع التربة يعني صعب، انها طبعا هي بتتحلل بعد فترة طويلة، وإذا كانت عندك طبعا كل التراب بتختلف، عن في أنواع التراب كتير، فالتراب الطينية والرملية والقلوية، القلوية لا يسهل عليها امتصاص عنصر الكالسيوم من قشور البيض مباشرة، فأنت بتحط على الفاضي يعني ما بتستفاد منه ولا إشي. فأنت بهاي الطريقة تقدر تستفاد من قشور البيض بطريقة سريعة وسهلة جدا وبسيطة. كل ما عليك هاي تتبع هاي الطريقة، بتكون عندك سماد طبيعي 100% جاهز. بهاي الطريقة بتقدر تسقي نباتاتك أو بتقدر تستخدمه كسماد رش، سماد ورقي، وفي نفس الوقت مادة الخل كمان لو أنت بترش على الأوراق بتطهر النباتات. كما نعلم إن مادة الخل بيكون مادة طيارة بالنسبة للحشرات، فبتباعد الحشرات ومنها يعتبر مبيد وسماد في نفس الوقت. أما هاي الطريقة بالنسبة لقشور البيض. أما بالنسبة لقشور الموز فهي أيضا سهلة جدا وبسيطة كما ترون. قشور الموز، الموز يحتوي على عنصر الفسفور والبوتاسيوم بكميات يعني رهيبة جدا. بالنسبة للفسفور والبوتاسيوم عنصرين جدا مهمين لكل النباتات سواء داخلية أو خارجية، لكل النباتات، أو ثلاث عناصر مهمين جدا كما تحدثنا من قبل، وهما النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. هدول أهم ثلاث عناصر، طبعا في عناصر صغرى لكن هدول ثلاث عناصر مهمين جدا لكل النباتات. فالموز قشور الموز خاصة غنية جدا بعنصر الفسفور وعنصر البوتاسيوم، كتير غنيين بهدول العنصرين، فعشان كده مهم جدا وقوي جدا بالنسبة لقشور الموز للنباتات خاصة المزهرة أو المثمرة. فعنصر البوتاسيوم والفسفور في موجودين بكثرة في قشور الموز، فعشان كده هنستخلصهم بطريقة سهلة جدا وبسيطة من قشور الموز. فلهم عدة طرق سهلة وبسيطة، يعني تقدر تستخدم قشور الموز طازجة وتضعها في بطرمان أو وعاء وتنقع فيه قشور الموز لمدة لا تقل عن 24 ساعة، وبعد 24 ساعة بتقدر تستخدمها كسماد في الري، تقدر تسقي بها نباتاتك. وهاي طريقة مهمة جدا وفعالة جدا جدا، وبتقدر تغذي نباتاتك خاصة الداخلية أو الخارجية إن شئت. هاي طريقة. الطريقة التانية إن إحنا بنشوفه زي ما شفنا قدامنا وبنقطعه قطع زي ما شايفين، وبنقدر في البطرمان الزجاج أو الوعاء الزجاج، وبنقدر نضع فيه المية لمدة تقريبا برضو لا تقل عن 24 ساعة. بتقدر تسقي نباتاتك بعد 24 ساعة، طبعا 24 ساعة فأكثر، يعني ممكن 24 ساعة يومين ثلاثة براحتك يعني، بس قبل 24 ساعة يعني بيكون المادة غير فعالة أو ما بيكونش اتحلل كتير أو بتاخدش منه الغذاء الكفاية. والطريقة الأخرى إنك أنت بتنعمه بطريقة ناعمة جدا، بإنك تدقه مثلا أو تطحنه بأي مطحنة أو كذا بطريقة أو أخرى، إنك أنت تطحنه زي مثل البودرة، بتقدر تضعه حوالين النباتات
بكل سهولة، وبعدين بتسقي نباتاتك، وبكده خدت استفدت كتير من قشور الموز وقشور البيض بطرق سهلة جدا وبسيطة. أتمنى أن تنال إعجابكم، وأتمنى أن نستخدم قشور البيض وقشور الموز بطريقة صحيحة حتى نستفاد منها. فلا تنسوا الصلاة على النبي، ولا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ودمتم في رعاية الله وأمنه وسلامه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.